Teespress.com. والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السيد رئيس المحكمة، السيد وكيل الملك لديها، السادة القضاة، السادة مساعد القضاء، السادة الموظفون نساء ورجالا نيابة عامة ورئاسة، السادة الإخوان اللي كيغطيو هذا الحدث الهام، الناس ديال الإعلام، كل باسمه وصفته وما يليق به من احترام، أيها الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إنه لمن دواعي الفخر والاعتزاز أن نتشارك هنا جميعا في هذه المناسبة العظيمة وفي هذا الحفل البهيج الذي أصبح سنة حميدة بهذه المحكمة، تقديراً وعرفاناً منها لكل العاملين المنتسبين إلى هذه المؤسسة، واحتفاءً بالإنجازات التي تحققت وإن شاء الله ستستمر في التحقق على أيديكم، عرفاناً منا بالخدمات الجليلة التي قدمها السادة المسؤولين القضائيون الأستاذ دريس بحسي رئيس المحكمة السابق والأستاذ جمال يماني وكيل الملك سابقاً بذات المحكمة، وكذا السادة القضاة والسيدات والسادة الموظفين كل باسمه وصفته، سواء منهم المنتقدين أو المحالين على التقاعد. دأبت هذه المحكمة على تنظيم يوم خاص لتكريم السادة القضاة والموظفين، نشكر جميع المحتفى بهم على ما قدموه من خدمة، سيما وأنهم كانوا يجمعون بين الأمانة والكفاءة، والشكر موصول بطبيعة الحال إلى القائمين على تنظيم هذا الحفل وكل من ساهم سواء من بعيد أو قريب في إنجاحه. واليوم يأتي هذا الحفل في هذا السياق عرفانا منا بالعطاء والخدمات الجليلة التي قدموها خلال مسارهم المهني في خدمة الواجب الوطني وفي خدمة القضاء والمتقاضين، وإيماناً منا بالعلاقات التي تجمع بين السادة القضاة ومساعد القضاء والموظفين بهذه المحكمة، سواء منهم المنتقدين والذين لا زالوا يزاولون عملهم أو الذين أحيلوا على التقاعد. فهذا الحفل يأتي في سياق تمتين أواصر الإخاء والتعاون وتقديم الشكر والعرفان لهؤلاء. أفضل هذه المحكمة وهذه المدينة، نحن في أسرة وعائلة، رجاء استمروا على هذه السنة الحميدة الجميلة الإنسانية. أنا لا أجد الكلمة، ويستعصي علي الحديث ويستعصي التعبير. أقول لكم جميعا شكرا، شكرا جزيلا لكم، لقد أخجلتمونا فينا كل شيء. شكرا للجنة التنظيمية الصاهرة على هذا العمل، مستوى عال جدا يؤكد بالملموس على أن هذه المحكمة كانت وستظل بإذن الله أسرة مستمرة تعكس في كل مناسبة روح الإخاء والتضامن والرسائل الإنسانية الثقيلة جدا. أعتذر منكم جميعا السادة رجال الإعلام وكل الحاضر، أعتذر وأعتذر. السادة القضاة، السادة المستشارون، كان القضاة دابا المستشارين، السادة أصول هيئة كتابة الدرت، السادة السيد ممثل نقيب هيئة المحامين، السادة العدول، السادة المفوضون القضائيون،
أيها الحضور الكريم، السادة رجال الإعلام والصحافة، أيها الحضور الكريم، كل باسمه وصفته، نحن سعداء بأن نلتقي اليوم للاحتفال بموظفين متقاعدين وتلة من السادة القضاة الذين اشتغلوا بالمحكمة الابتدائية بتزنيت، متخذين شعار الاعتراف بالعطاء صمة لأهل الوفاء. فهذا الحفل ما هو إلا عضون للاعتراف بالجميل وثقافة الاعتراف بالجميل، ثقافة الكورونا وثقافة واجبة على كل من يعني له علاقة بهذا المجال. أيها الحضور الكريم، نحن سعداء بأن نلتقي مرة أخرى في هذا اللقاء يعني المتميز بحضور مجموعة يعني جميع مكونات العدالة. فالمحتفى به من السادة القضاة والسادة الموظفين والمتقاعدين يعني نعترف لهم أولا أننا تتلمذنا على يد موظفين كانوا أعوان في كتابة الضبط، نعترف لهم أننا تكوننا على أيديهم، مع أن يعني الشهادة كتكون حاصلة على شهادة معينة ليس لكي تعيين، ولكن الجانب العملي تبقى هو الجانب اللي كيحكم في الجانب يعني العمل ديال الانسان. ولكن تبارك الله تلاقينا مع الناس موظفين في كتابه الضبط وتعلمنا على ايديهم اجراءات يعني من ابسط الاجراءات الى اعقدها. وكذلك الساده القضاة يعني تبارك الله تركوا يعني بصمات في هذه المحكمه، اخلاق جيده، لان الاثر الطيب هو اللي كيبقى، لأن كلنا راحلون ويبقى الأثر الطيب هو الذي يستمر. زملائي في الدفاع، السادة أطر وموظفو كتابة الضبط، السادة العدول، السادة المفوضون القضائيون، السادة رجال الإعلام، والسادة الحضور، كل باسمه وصفته وما يليق به من احترام وتقدير. صراحة تؤكد المحكمة الابتدائية بتزنيت مرة أخرى على قيم الوفاء في أبهى تجلياتها من خلال هذه السنة الحميدة، سنة العرفان والشكر، كما جاء في الحديث النبوي الذي جاء على لسان الأستاذ القديم: من لم يشكر الناس لا يشكر الله. وجوه طيبة، وجوه نيرة مرت في هذه المحكمة، منهم من وجدنا ومنهم من سمعنا بسيرته الطيبة الزكية، علاقة اجتماعية مهنية طابعها الأكبر هو الاحترام والتقدير المتبادلين. تعاملنا كدفاع مع أساتذة قضاة محترمون، يعني أجد نفسي صراحة لحداثة سني في المهنة لست مؤهلا بما فيه الكفاية لأتحدث عن قامات من السادة القضاة ومن السادة الموظفين وأطر كتاب الضبط، ولكن كما ذكرت سيرتهم الزكية والعطرة وصلتنا ووفت وكفت. ربما ترتيب كلمتي جاء بعد أن جاءت كلمات أخرى أتت على الأخضر واليابس ولم تترك لي مجالاً للكلام، ولكن أعتقد بأن مجرد النظر في وجوه هذه الوجوه الطيبة هو أكبر تكريم، لأن كل إنسان يتمنى أن تنتهي مسيرته المهنية بشكل يعني لا غالب ولا مغلوب، ولكن أن تنتهي بتكريم بهذا يعني بهذا الشكل وبهذا الإتقان وبهذا التنظيم المحكم، فأعتقد بأنه ليس هناك ما يقال أكثر من ذلك. فشكرا لكم جميعا، كل من موقعي. Thank you.
جزيلا للسادة الأساتذة. فالآن مع الأستاذ حسن بن تاجر. حسن بن تاجر ويسلم الإهداء نيابة عنه الأستاذ ناصر العلمي. فليتفضل الأستاذ محمد الجدني ليسلم الإهداء مشكورا. Thank you.
الشيخ.